بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي جميع أفراد الأسرة، الأب والأم والأبناء في جميع مراحل التعليم المختلفة الابتدائي والإعدادي والثانوي، في حلقة جديدة من مادة اللغة العربية اللي بنستعرض فيها مجموعة من الدروس التي تكون ثقافات مختلفة لدى جميع أفراد الأسرة حول مادة اللغة العربية. أعزائي، قد بدأنا في الحلقة السابقة عن الفعل، وتكلمنا عن معنى الفعل وأنواع الفعل، وقفنا في نهايتها عند إعراب الفعل أو حالات الفعل من حيث البناء والإعراب. والنهاردة بنكمل مع بعض ما بدأناه في الحلقة السابقة، فبنبدأ مع بعض نقول الفعل ده إيه بالظبط في الجملة؟ الفعل في الجملة يا أبنائي حاجة من اتنين، إما مبني أو معرب، يا إما مبني يا إما معرب. تعال نبدأ مع بعض ونشوف الفعل المبني. إيه هو الفعل المبني؟ معنى البناء، معنى البناء، البناء هو ثبوت شكل آخر الكلمة مهما تغير موقعها في الجملة. يبقى كون ان الكلمة شكلها ثابت يبقى ده اسمه بناء، لكن لو اتغير شكل اخرها يبقى بيكون اعراب. طيب البناء بيكون في الافعال، فهناك افعال مبنية، منها البناء في الافعال. عندي ايه؟ عند الفعل الماضي دايما مبني، الفعل الماضي، والفعل الأمر دايما مبني، وفعل المضارع أحيانا بيكون مبني. نبدأ مع بعض بناء الفعل الماضي. بناء الفعل الماضي، نقول الفعل الماضي يا أحبائي بيكون مبني في حالات أهو. يبنى الفعل الماضي واحد على الفتح. امتى يتبني على الفتح؟ عندما لا يتصل به شيء، عندما لا يتصل به شيء، بمعنى يعني اقول مثلا احتفلت او احتفل الاولاد بالنجاح، احتفل الاولاد بالنجاح، وبكده بنحتفل بخلال الجملة الفعلية ده هي بدأت بفعل ماضي، فبقول عليه فعل ماض مبني على الفتح. ليه؟ لأنه لم يتصل بشيء، لأنه لم يتصل بشيء، يبقى علامة البناء هنا كانت الفتح. أيضا يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا اتصلت به تاء ساكنة للتأنيث، إذا اتصلت به تاء ساكنة للتأنيث، زي ما نقول احتفلت سلمى بعيد ميلادها. هنا انا جبت الفعل متصل بتاء ساكنة للتأنيث، فبرضو جه الفعل مبني على الفتح، قلنا احتفلت سلمى بعيد ميلادها امس، وبكده الفعل الماضي اتبنى على الفتح. يبقى نسأل بعض سؤال تاني، نقول متى يبنى الفعل الماضي على الفتح؟ نقول عندما لا يتصل به شيء أو تتصل به تاء ساكنة للتأنيث. طيب هل يبنى الفعل الماضي على شيء آخر؟ آه، يتبني على إيه؟ يتبني على الضم. يبقى نقول كده تاني حاجة، يبنى الماضي على الضم إمتى؟ عندما تتصل به واو للجماعة، واو الجماعة، زي ما نقول التلاميذ حققوا التفوق، التلاميذ، تلاميذ حققوا، فوق القاف ضم اهو، التفوق. لنا بنيت الفعل هنا على الضم لأنه متصل بواو الجماعة، فبنيجي نعرب نقول حقق فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة،
وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، وده ضمير متصل، يعني هنا أسندت الفعل الماضي لواو الجماعة أحد ضمائر الرفع الستة. يبقى إذن يبنى الفعل الماضي أيضا على الضم. طيب أحبائي، هل الفعل الماضي يتبنى على الفتح والضم فقط؟ طبعا لا، فاضل كمان حاجة، وهو إن يبنى الفعل الماضي أيضا على السكون. يبقى تالت حاجة إيه؟ يبنى الماضي على السكون. إمتى يتبني على السكون؟ طبعا في بعض الناس بيقولوا، يعني يجمعوا مع بعض كده الضمائر التي تتصل بالفعل فتجعله مبنيا على غير الفتح، يقوم يجمعوها في كلمة إيه؟ وتنا، اللي هي الواو والتاء والنون والألف، ها؟ وتنا. ولكن طبعا انا مش عايز اقولها كده، انا عايز اقول ايه؟ ان لما يتصل الفعل الماضي بالواو يبقى مبني على الضم. طب يتبني على السكون امتى؟ لما يتصل بتاء الفاعل تو، او نون النسوة، او نا الفاعلين، ده هنا يتبني على السكون. زي ايه؟ زي ذاكرت، ذاكرت الدرس، اهو ذاكرت. سكنت انا عند الراء لان التاء اللي بعدها تاء الفاعل وليس التاء ساكنه للتانيث. ونون النسوه نقول البنات، البنات نجحن، اي نجحن في الامتحان. طيب ونا الفاعلين نقول كتبنا، كتبنا الدرس، كتبنا الدرس. يبقى إذن يا أحبائي الفعل الماضي يتبني، دايما الفعل الماضي مبني، الفعل الماضي مبني يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، أو اتصل بتاء ساكنة للتأنيث، ويبنى على السكون عندما يتصل بتاء الفاعل أو نون النسوة أو نا الفاعلين، ويبنى على الضم عندما يتصل به واو الجماعة. دي الحالات اللي بتبني فيها الفعل الماضي عندنا. طيب لما أجي أكتب بقى وأعرب أقول فعل ماضي آخره ياء ولا فعل ماض؟ فعل ماض. ليه؟ لأن كلمة ماضي بنقول عليها اسم منقوص. اسم ايه؟ منقوص. يعني ايه اسم منقوص؟ يعني اخره ياء لازمة. والاسم المنقوص من احكامه انه اذا وقع في حالتي الرفع والجر وكان نكرة تحذف ياؤه، اشيل الياء وعوض عنها بكسرتين، فبدل ما اقول فعل ماضي واضيف الياء كده، لا اكتبها فعل ماض عند الضاد واحط تحت الضاد كسرتين، وفي الحالة دي تكون علامة الرفع أو الجر تكون علامة مقدرة، تكون علامة إيه؟ مقدرة. إذا بنستخلص من كده يا أحبائي أن الفعل الماضي فعل مبني في جميع أحواله ولا يكون معربا مطلقا، وزي ما احنا قلنا في اللقاء السابق أن الفعل الماضي هو كل فعل دل على حدث وانتهى زمنه، وانتهى إيه؟ زمنه. أحبائي هناك فعل آخر دائما مبني أيضا، هو إيه؟ هو فعل الأمر. يبقى نقول كده فعل الأمر، أهو فعل الأمر دائما مبني، دائما يجي مبني. بس فعل الأمر هو إداني سهل ممتنع، ليه بقى؟ قال لي أنا مبني على ما يجزم به المضارع بتاعي، أنا مبني على ما يجزم به المضارع بتاعي. يبقى مهم جدا إن أنا أعرف أنواع الفعل المضارع من حيث نهايته، لأن أنا عندي فعل مضارع زي ما هنقول دلوقتي في شرح الفعل المضارع إن شاء الله، فعل مضارع صحيح الآخر، وفعل مضارع معتل الآخر، وفعل مضارع من الأفعال الخمسة. فلما بيجي منهم فعل الأمر بيكون فعل الأمر ده هو دائما مبني على ما يجزم به مضارعه. ازاي؟ تعال نشوف. انا عندي فعل مضارع صحيح الاخر زي مثلا يكتب،
اهو مفيش في اخره حرف علة، فانا لما اجزمه هقول لم يكتب اخر سكون، يبقى هنا الفعل المضارع مجزوم بعد لام وعلامة جزمه السكون. طب لما اجيب منه فعل امر بقى يبقى اكتب، شفت اكتب بالسكون، يبقى ده فعل امر مبني على السكون. ليه؟ لانه صحيح الاخر، لانه صحيح الاخر. طب انت هتلاقي امثله غير اكتب، نقول ها اشرب، اقرا، العب، افهم، استخرج، اقتصد، افتخر، اعمل، اذهب، عد، قل، صم، كل دي افعال مضارع، افعال امر مبنيه على السكون. ليه؟ لان الحرف الاخير منها حرف صحيح. يعني ايه حرف صحيح؟ يعني ليس من حروف العله، ولا هو واو ولا هو الف ولا هو ياء، وليس ايضا الفعل من الافعال الخمسه. طيب تعال نشوف لو كان فعل بقى معتل الاخر، يعني اخره واو او اخره الف او اخره ياء، يجي مبني على ايه؟ زي يدعو، اخره واو اهو. طيب ايضا يجري، اخره ياء. ايضا يسعى، اخره الف. لو انا هجيب منهم فعل امر هقول ادعو، اهو ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو، كتبت ايه؟ الف دال عين، وفوق العين ضمة، وفوق العين ضمة. في الحالة ده ايه؟ اقول عليه فعل امر مبني على، ها لا اوعى تقول على الضم، امال تقول على ايه؟ تقول على حذف حرف العين. ازاي؟ ما انت راسم ضم على العين، انا راسمها عوضا عن الواو اللي انا حذفتها، مش في واو انا حذفتها من الفعل، فعشان كده انا حطيت ضم على العين عشان اعرف ان انا حذف هنا واو، تمام. لكن لما يجي يجري اخرها ياء فهقول اجري. شوفوا بقى عملتها ازاي، فحطيت تحت الراء كسره، ليه؟ عوضا عن الياء، لما هي الضمه قريبه الواو والكسره قريبه الياء والفتحه قريبه الالف، زي ما احنا بنعلم احبائنا الصغار وهم بيتعلموا الفرق بين المد القصير والمد الطويل، بنقول ان حركات المد القصيره فتحه وضمه وكسره، وحركات المد الطويله الف واو وياء. الالف حرف مد بحركتين، تمام، عشان كده بنشاور لهم لفوق اطول، انما الفتحه حركه قصيره بشاور بس يا دوبك رفعت الايه؟ الايد. فبقول اجري او اجري، فانا حطيت كسره تحت الايه؟ الراء عوضا عن الياء اللي انا حذفتها. يسعى اقول اسعى لغايه العين، وفوق العين احط فتحه عوضا عن الالف. يبقى انا كده عملت ايه؟ حذفت حرف العله. يبقى انا ممكن يكون عندي في فعل امر مبني على السكون لو كان صحيح الاخر، وفعل امر مبني على حذف حرف العله لو كان معتل الاخر. ايضا هناك فعل امر يكون مبني على حذف النون، حذف الايه؟ النون، زي فعل الامر المأخوذ من الافعال الخمسه، زي كلمه يعملون اقول عليها اعملوا، زي ما احنا قلنا الايه الكريمه المره اللي فاتت، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، تمام، خد بالك، وقل اعملوا ها فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعني مهم جدا ان انا اعرف ان كل عمل انا بعمله الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون اللي انا بحبهم كلهم دول هيشوفوا العمل الجميل، فعشان كده يبقى الانسان سعيد عندما يعمل عمل جميل، لانه سيباهي بهذا العمل امام الله وامام الرسول وامام جماعه المؤمنين. فعشان كده قلنا اعملوا، حذفت النون، فقلت على فعل امر مبني على حذف النون. ليه؟ لانه ماخوذ من فعل من الافعال الخمسه. ايضا لو انا بكلم اتنين نقول ايه؟ ها تصافحا، تصافحا، يعني سلموا على بعض اهو، تصافحا، وليس بالفعل كماضي ولكنه امر، تصافحا، كانك بتؤمر اتنين انهم يسلموا على بعض من الفعل يتصافحان، فانت كانك بتؤمرهم وتقول لهم تصافحا يعني سلموا على بعض. ايضا لو انت بتكلم فتاه
تقول لها احفظي، اهو اصلها احفظين، اصلها كده، ولكن انا بنيت الفعل على حذف النون. يبقى اذا يا احبائي فعل الامر دائما مبني على ما يجزم به مضارعه، بمعنى انه لو كان امرا من فعل صحيح الاخر يكون مبني على السكون، ولو كان امرا من فعل معتل الاخر يكون مبني على حذف حرف العله، ولو كان امرا من فعل من الافعال الخمسه يكون مبني على حذف النون. كده انا اتعلمت ان الفعل المبني خالصا هو الماضي والامر. اما المضارع بقى قال لي انا هاجي مره مبني وهاجي مره معرب. ازاي؟ قال لي هاجي مبني في حالتين اتنين بس. ايه هما؟ نقول يبنى، ها يبنى المضارع على حاجتين، واحد على الفتح، اتنين على السكون. امتى على الفتح وامتى على السكون؟ يبنى على الفتح عندما تتصل به نون التوكيد، نون التوكيد، زي والله لأذهبن، اهو ادي الفتحه فوق الباء اهي، والله لأذهبن الى العمل. وبالمناسبه انا عايز اتكلم عن حاجه مهمه جدا، يعني بعض الناس بتقع فيها خطأ يعني، وهي ايه؟ انا عندي في حرفين جر، إلى واللام، الاتنين ساعات وانا بعبر لو انا هكتب موضوع تعبير او مقال، فساعات انا بستخدمهم بعكس بعض، مش بالمعنى الصح ليهم. ازاي؟ بدون ما ادري. انا عندي اللام وإلى، إلى حرف جر بمعنى الغاية، انا رايح ليه كذا، صح؟ واللام برضو حرف جر برضو بمعنى الغاية، ان انا رايح ليه كذا، تمام. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الى لغاية شيء مادي، حاجة بشوفها بعيني او بمسكها بايدي، يعني اذهب كل صباح الى المدرسة. ليه؟ لان المدرسة مادة، مكان، انا رايح الى النادي، الى البيت، ها؟ يبقى حاجة ايه؟ مادية. انما مثلا اذهب لتحصيل العلم، لتحصيل العلم، ما اقولش ايه؟ الى تحصيل العلم. ليه بقى؟ اصل تحصيل العلم دي حاجة معنوية، فانا مش رايح لحاجة مادية، مش حاجة شايفها بعيني، فعشان كده بستخدم حرف الجر اللام مع الحاجة المعنوية، اما حرف الجر الى مع الحاجة المادية الملموسة. دي معلومة ببدأ أحطها في ذهني علشان أكون أنا قادر على اختيار اللفظ المعبر عن التعبير المناسب اللي أنا أتكلم فيه أو بيه. فعشان كده قلنا والله لأذهبن إلى العمل، العمل ده مقر، اللي هو مقر العمل، أهو خليها مقر العمل أو الشركة، فمقر العمل أنا هروح. طيب يبقى اذا هنا مبني على الفتح، ليه؟ لان اتصل بنون التوكيد. طب يتبني امتى على السكون؟ اذا اتصلت به نون للنسوة، نون لايه؟ للنسوة، زي ما اقول البنات او المعلمات، تمام، البنات يحفظن، اهي يحفظ أنفسهن، خد بالك يحفظ الفعل انتهى عند الظاء فحطيت عليه سكون. طب تتصل بنون النسوة، النون النسوة خلتني احط سكون على الحرف اللي قبلها، فعشان كده بقول عليه فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، لاتصاله بنون الايه؟ النسوة، تمام. قبل ما ننتقل لإعراب الفعل المضارع نفسه، أنا هضطر أتكلم عن حالات توكيد الفعل المضارع بالنون، لأن إحنا قلنا إن عندما يبنى الفعل المضارع بالنون يكون مبني، عندما يسند الفعل المضارع للنون، نون التوكيد يعني، يبقى في الحالة دي يكون مبني على الفتح،
طب امتى يسند للنون التوكيد دي؟ نقول حالات، اهو خد بالك معايا، حالات توكيد المضارع بالنون. ممكن الاقي فعل مضارع واجب التوكيد، يعني لازما يجي معاه نون، لازم، ما ينفعش يجي من غير نون. ممكن الاقي فعل مضارع جائز التوكيد، ممكن يجي معاه نون، ممكن ما يجيش. ممكن الاقي فعل مضارع ممتنع التوكيد. طب تعال نشوف امتى يكون الفعل المضارع واجب التوكيد بالنون. يجب توكيد المضارع بالنون عندما يسبق بقسم ولام، يجي قبله قسم وبعدين لا، يعني يكون جواب للقسم. يعني اقول مثلا والله لا احافظن على عملي، خدت لي بالك كده؟ والله لا احافظن، يبقى الفعل المضارع هنا ماله، فعل المضارع هنا واجب التوكيد بالنون، علشان كده هو مبني على الفتح. تمام. طب امتى يكون جائز بقى؟ لو جه بدل القسم كله اللام بس، او هل، او في استفهام. تمام. يعني مثلا اقول لي، استخدمت اللام اهو، شلت القسم كله، نقول لأكتب الدرس، أو لأكتبن الدرس، لأكتبن الدرس. ممكن ده وممكن ده. إنما ممتنع بقى يا إما ما يجيش قدامه أي حاجة خالص، زي مثلا لما أقول يفوز المجتهد، أو يجي قدامه قسم بس يتفصل بينه وبين القسم بالسين او بسوف، زي ما اقول والله لا اهو، ها، سوف يفوز المجتهد. يبقى انا هنا بالرغم من ان جه قسم ولام، بس انا فصلت ما بينهم بسوف او بسين المستقبل. دي كلها حالات بناء الفعل، ان كان فعل ماضي او فعل امر او فعل مضارع في حالتي. طيب هل في اعراب؟ اه طبعا في اعراب. هو ايه اعراب الفعل المضارع؟ لكن يهمني جدا جدا يا احبائي، واحنا النهارده في يوم الجمعه، يوم عيد في الارض، ان اتكلم عن حاجه جميله جدا جدا من خلال البرنامج الجميل ده اللي بنعلم بيه نفسنا وكل افراد الاسره. فانا بستغل اليوم الجميل ده، وان شاء الله باذن الله يكون نسبه مشاهده طيبه، فأتوجه لكم جميعا بأن أنا أنوه على صفة كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، من الصفات الجميلة اللي تعتبر، مش عايز أقول غابت عن حياتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. فأنا مش هقول غابت، ولكن هقول يعني إحنا أهملناها شوية. الصفة دي هي صفة الحياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم حييا، وكان أكثر حياء من الفتاة البكري في خدرها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه دائما على الحياء، فقال الحياء ما وجد في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أي حاجة فيها حياء وتواضع وخجل يدي الحاجة دي جمالا، وأي حاجة ينزع منها الحياء يسلب هذه الأشياء جمالها. فعندما تكون الفتاة حيية تكون أكثر جمالا، وعندما يكون الابن حيا أمام أبيه، أمام معلمه، أمام من هو أكبر منه، ليس منا من لا يحترم كبيرنا ولا يعطف على صغيرنا. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لذلك أنصح نفسي وأنصح بناتي وأنصح ابني وزوجاتي وأبناء المسلمين جميعا
بأن يتصفوا بحياء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرفعن أصواتهم ولا يرفع الأولاد أصواتهم أمام المعلم ولا أمام من هو أكبر منهم، ولا يتدخل في حديث حتى يطلب له، لا تتحدث حتى يطلب منك الحديث حتى تسمع. ما ينفعش ان احنا كلنا نتكلم كده، صح؟ لازم ان انا اتكلم بأدب واتكلم في الوقت المناسب اللي بعض السامعين منتظرين كلامي فيه، لكن لو هتكلم على طول هبص الاقي كلامي ده غير مسموع وغير موصول. حبيت انوه على الصفة الجميلة دي، واحاول في كل حلقة ان شاء الله نقتطف من بستان النبي صلى الله عليه وسلم صفة جميلة نعلمها لأنفسنا ولأبنائنا إن شاء الله. نرجع تاني لإعراب الفعل المضارع. الفعل المضارع يا أحبائي هو بقى اللي قال أنا هتعرب. يعني إيه إعراب؟ نقول الإعراب هو تغير شكل آخر الكلمة مع تغير موقعها في الجملة. يعني ممكن تيجي مرفوعة، ممكن تيجي منصوبة، ممكن تيجي ها؟ لا اوعى تقول مجرورة. لو قلت مجرورة يبقى انت وديتنا عند الأسماء، أمال أقول إيه؟ أقول مجزومة. الفعل يرفع وينصب ويجزم. الفعل يجي ثلاث حاجات، إما مرفوع الفعل المضارع عشان محدش يفتكر الفعل كله، أو منصوب أو مجزوم. طيب هنعرف إزاي إمتى مرفوع وإمتى منصوب وإمتى مجزوم؟ بس تعالى الأول نعرف أنواع الفعل المضارع، لأن معرفة أنواع الفعل المضارع بيساعدك على التكوين العام للإعراب. لأن أنا ممكن أعرف إن هو مرفوع أهو ولا منصوب أهو ولا مجزوم أهو، بس ما اعرفش علامة الإعراب إيه، يعني ما اعرفش هو مرفوع بإيه ولا منصوب بإيه ولا مجزوم بإيه. فلازم إن أنا برضو أعرف الفعل المضارع ده نوعه إيه، لأن معرفتي لنوعه يخليني أعرف علامة الإعراب بتاعته اللي أنا هبدأ أكمل بيها الشق التاني في الإعراب. الفعل المضارع هو فعل صحيح الآخر. صحيح الآخر يعني لا يحتوي آخره على حرف علة في كل الحروف ما عدا حروف العين. حد يقول لي ايه هي حروف العلة؟ اقول لك الواو الالف الياء. طبعا ممكن تكون الالف بالشكل الممدود ده وممكن تكون الالف بالشكل ده، المهم ان ما يكونش في حرف من حروف العلة التلاتة، ولا الواو ولا الالف ولا الياء. زي ايه؟ زي يفهم، يشرح، او خليها تشرح عشان تبقى بنت، خليها نلعب الكرة، خليها ها اقرأ انا. كل دي افعال مضارعة صحيحة الاخر لا تنتهي اخرها بحرف من حروف العين حتى لو كان من جواها حرف عين. يعني زي يقول، انا ماليش دعوة بالواو، هي اي نعم الفعل كده بالنسبة لي انا معتل، بس نوعه اجوف، والنوع الاجوف والمثال في حرف الافعال المعتلة لا يؤثر على حركة الاعراب، لكن اللي بيأثر على حركة الاعراب بس هو الحرف الاخير في الكلمة. عشان كده احنا بنسمي الحرف الاخير ده هو حرف اعراب. هو حرف ايه؟ اعراب. ما يقول، او ممكن مثلا تصل، اصلها وصل برضو في اخره صحيح. يبقى اذا الفعل الصحيح هو الفعل الذي ها لا ينتهي اخره بحرف ايه؟ علة، بحرف علة. تمام. طب تعال نشوف نوع تاني من الفعل المضارع. ايه هو؟ نقول الفعل المعتل. الفعل المعتل آخره اللي احنا بنسميه من الأفعال المعتلة ناقص. ناقص يعني ايه؟ يعني آخره حرف من حروف العلة اللي هي واو أو ألف أو ياء،
واو او الف او ايه او ياء، زي ايه؟ زي يدعو، اصلها دعا، ده الماضي بتاعها، يدعو. ويقضي، الماضي منها قضى. ويسعى، الماضي منها سعى. يبقى انا عندي يدعو اخرها واو، وعندي يقضي اخرها ياء، وعندي يسعى اخرها الف. ايا كان اخرها واو او الف او ياء فهي فعل مضارع معتل الاخر. فاضل كمان نوع من الافعال المضارعة، وهي الافعال، خد بالك معايا في الحتة اللي جاية دي، الافعال المضارعة الخمسة. وساعات لما بنيجي نقول للولاد استخرج لي فعل من افعال خمسة، قوم يطلع لي كلمة من كلمات ابوك اخوك حموك فوك ذو، بيخلط ما بين الاسماء الخمسة وما بين الافعال الخمسة. لا، الاسماء الخمسة هم خمس اسماء، طبعا هم اساسا الاسماء الستة، بس احنا بنكررها في التربية والتعليم بالاسماء الخمسة. الاسماء الخمسة هم خمس اسماء، احفظوا: ابوك او اباك او ابيك، اخوك او اخاك او اخيك، حموك او حماك او حميك، فوك او فاك او فيك، ذو او ذا او ذي، بس بشرط الاسماء الخمسه دي تكون مفرده ويكون وراها مضاف اليه ان كان اسم او ضمير ما عدا ياء المتكلم. لو جت مع ياء المتكلم زي ابي واخي تعرب عادي بالحركات العاديه اللي هي الضمه والفتحه والكسر، لكن اسندت لمضاف اليه بعدها ان كان ضمير او اسم تتعرب رفعا بالواو ونصبا بالالف وجرا بالياء، دي اسمها الاسماء الخمسه، ملناش علاقه بيها في الافعال الخمسه. انما الافعال الخمسه افعال مضارعه، افعال مضارعه بنكلم بيها المخاطب والغائب، يعني اولها ياء او تاء، بتبدا دايما بياء او تاء، شرط ياء او تاء، تمام. تعال نشوف كده، طب بتنتهي بايه؟ بتنتهي بواو ونون، ماشي اهي، او الف ونون ده في حالة الرفع، او ياء ونون، زي يصنعون تصنعون، يعني هم يصنعون انتم تصنعون. طب لو اتنين نقول يتسابقان، يتسابقان، تتسابقان، هما يتسابقان، انتما تتسابقان مع البنت، انت تشاركين، انت تشاركين. يبقى كل فعل تحس فيه ان هو جامع، تحس ان هو جامع او بيتكلم عن مثنى او بيتكلم عن بنت، يبقى ده من الافعال الخمسه. يصنعون، يذهبون، يعملون، يرحلون، ياتون، اي بقى، قول قول قول، عد بقى. او بالتاء تفهمون، تقرؤون، تكتبون، تذهبون، تحتفلون. أو للبنت تأخذين، تساعدين، تذهبين، تنامين، تصحين، وهكذا عيد. أو مثلا بتكلم عن المثنى، زي يكتبان، تفهمان، تلعبان، تذهبان، دي برضو أفعال من الأفعال الخمسة، افعال مضارعه. طب انا ساعات بلاقيها في القطعه اللي قدامي او في الجمله اللي قدامي من غير النون، دي في حاله النصب والجزم، بروح انا حذف النون بقى، فبدل ما الاقيها يصنعون الاقيها يصنعوا،
يذهبوا يتسابقا. اتنين. طب تعالى بقى بعد ما انا عرفت كده كل انواع الفعل المضارع اللي هو الصحيح الاخر او معتل الاخر او افعال خمسة، ابدأ اشوف اعراب الفعل المضارع ايه، والعلامة اللي انا هستخدمها في كل حالة من الثلاث اشكال للفعل ده هتكون ايه. الفعل المضارع هبدأ انا بالنصب، هقول ينصب الفعل المضارع إذا سبق بأداة نصب، لو اتسبق بأداة إيه؟ نصب. وأدوات النصب متعددة، منها أن ولن وكي وحتى ولام التعليل وفاء السببية ولام الجحود. يبقى أن ولن وكي وحتى ولام التعليل تدخل على المضارع تنصبه يا جميل، وفاء السببية ولام الجحود. هكتبهم تاني، هقول أن ولن وكي وحتى ولام التعليل، وقلنا فاء السببية ولام الجحود. طيب ندي أمثلة على الثلاث أشكال مع الفعل المضارع. يعني أقول يجب أن، يجب أن تتقي، يبقى تتقي الله، يجب أن تتقي الله. يبقى في الحالة دي تتقي فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبه الفتحة، فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبه الفتحة. طيب في الحالة دي دخل الفعل المضارع عليه إيه؟ أداة من أدوات النصب اللي هي أن. طب تعالى نقول على فعل مضارع آخر، وهو فعل مضارع من الأفعال الصحيح، لن يحضر، لن يحضر المهمل اليوم. يبقى يحضر هنا فعل مضارع أيضا منصوب بعد لن وعلامة نصبه الفتحة الظاهر. يبقى يجب أن تتقي الله، تتقي الله، ولن يحضر المهمل اليوم. طب تعال نشوف فعل من الأفعال الخمسة، ما كنتم، ما كنتم لي تتأخروا عن أعمالكم. هنا ده فعل مضارع منصوب بعد لام الجحود وعلامة نصبه حذف النون، علامة نصبه حذف النون. ليه أنا قلت عليها لام الجحود؟ لأن الجملة بتاعتها بدأت بكون منفي، اللي هي كان بس منفية. يبقى أنا هقدر أعرف الآتي، إن الفعل المضارع اللي أنا ببدأ أعرف إن ده الأول في القطعة فعل مضارع ولا لأ من خلال اختباري ليه كفعل، انه يدل على الحدث المستمر، ويبدأ بحرف من حروف المضارعة اللي هو الهمزة والنون والياء والتاء المجموعة في كلمة أنيت. خلاص أنا عرفت إن ده فعل مضارع، أبص قبله هلاقي حرف أو أداة من أدوات نصب الفعل المضارع اللي هي أن ولن وكي وحتى ولام التعليل وفاء السببية ولام الجحود. أبدأ بعدها أقول عليه ده فعل مضارع منصوب بعد الأداة دي. طيب ماشي، بعد ما انا قلت عليه فعل مضارع منصوب ابدا اساله، اقول له هل انت صحيح الاخر؟ يقول لي نعم، او ما اقول له انت علامه نصبك الفتحه الظاهره. طب انت معتل الاخر؟ يقول لي ايوه. اقول له معتل بايه؟ يوم يقول لي معتل بالواو او بالياء، او ما اقول له هتظهر. طب لو بالالف هتبقى مقدره. طيب هل انت من افعال خمسه؟ نعم، يبقى انت هتبقى منصوب بحذف النون. انا سامع حد بيسالني بيقول لي طيب فاء السببية بقى أعرفها إزاي؟ فاء السببية هتلاقي قبلها يا إما طلب بالأمر يا إما طلب بالنهي. يعني لما أقول مثلا اقرأ فتستفيد من قراءتك، اقرأ فتستفيد من قراءتك،
اتي فتستفيد. الفاء هنا فاء سببية، ليه؟ لأن جه قبلها طلب، ففي الحالة دي أقول عليه فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب إيه الفرق بين لام التعليل ولام الجحود؟ لام التعليل بتبين السبب، ولام الجحود بيجي قبلها كون منفي. لام التعليل بتبين السبب، ولام الجحود بيجي قبلها كون منفي. ازاي يعني؟ يعني اقول اعملوا كثيرا، اعملوا كثيرا ليرتفع شأنكم، اعملوا كثيرا ليرتفع. التعليل اهو، التعليل يعني بتبين سبب، يعني انت بتقول لي اعملوا كثيرا وانا اقول لك ليه، تقوم تقول لي ليرتفع شأنكم. في الحالة دي اقول اللام لام التعليل، ويرتفع فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه فعل صحيح الآخر. طيب أمال لام الجحود؟ هتلاقي قبلها كان أو يكون أو كن، بس منفي، يعني لم أكن، لم أكن أمدح، لم أكن لأمدح، لأمدح ريحانة قبل شم، لم أكن لأمدح ريحانة قبل شم. هنا الجملة بدأت كان هي بس منفية، ما أنا عندي من أدوات النفي الما ولام ولن وليس ولا، دي كده أنا دخلتها على كان فنفت الجملة، وبالتالي الفعل المضارع المتصل بنفس الجملة طالما مسبوق بلام يبقى اللام دي بسميها لام الجحود، والفعل المضارع بتاعها بيكون فعل مضارع ايه؟ منصوب. يبقى انا كده استخدمت كل ادوات نصب الفعل المضارع وعرضتها في صورة بسيطة، لعل عدد كبير مننا يتعلم امتى يكون الفعل المضارع منصوب. طب هل الفعل المضارع بيفضل على النصب على طول؟ طبعا لا، فعل المضارع ايضا يجزم، وجزم الفعل المضارع بقى شغلانه شويه. ليه؟ لان بيتجزم باكتر من طريقه. اولا يجزم الفعل المضارع بادوات مباشره، زي كده نقول يجزم المضارع اذا سبق باداه جزم، وادوات الجزم عندي لام ولا الناهيه ولام الامر ولام ما، خد بالك لم ده حرف بيجزم الفعل المضارع ويقول عليه نفي وقلب، لانه بينفي الجمله ويقلب، يديك ايحاء بقلب الفعل المضارع من زمن المضارع لزمن الماضي. ولان هي اللي بتنهي عن اداء الفعل، ولام الامر ولما، فممكن يجي الفعل المضارع برضو بالتلات اشكال اللي احنا قلنا عليهم، صحيح الاخر، معتل الاخر، ها، افعال خمسة. يعني اقول لم يكتب التلميذ واجبه، لم يكتب سكوت، وده برضو بيخدمني في بناء فعل الامر، لان احنا قلنا فعل الامر يبنى على ايه؟ على ما يجزم به مضارعه، يبقى انا بتعلم من هنا اهو. ايضا لا تهملوا واجبكم، لا تهملوا واجبكم. طيب لو فعل امر يكون، لو فعل مضارع يكون معتل الاخر، زي مثلا لندعو إلى طريق الخير، لندعو إلى طريق الخير. في الحالة دي كل فعل مضارع مكتوب قدامي مجزوم، سبب جزمه إيه؟ دخول أداة جزم عليه، يعني يكتب فعل مضارع مجزوم بعد لام، وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. تهمله فعل مضارع مجزوم بعد لا،
وعلامة جزمه حذف النون لأنه مفعال خمسة. ندعو فعل مضارع مجزوم بعد لام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طيب دي أدوات المباشرة اللي هي لام ولا النهية ولام الأمر ولام. هل في أدوات تانية بتجزم فعل المضارع؟ آه، بس أدوات طماعة شوية. ليه؟ بدل ما تجزم فعل تجزم لي فعلين، بنسميها أدوات الشرط الجازمة. بدل ما تجزم فعل تجزم فعلين، فعل الشرط وفعل جواب الشرط. طب ما تقولهم لنا كده، نقول إن، من، ما، متى، أين، أينما، أيانا. بتكون أسلوب شرط، تكون أسلوب شرط، جملة شرطية فيها فعل شرط وفيها فعل جواب الشرط. في الحالة دي الأدوات دي لما بتدخل بتربط ما بين الجملتين دول، بتجزم لي الفعل الأول على إنه فعل شرط وتجزم الفعل التاني على إنه فعل جواب الشرط. هما دول بس اللي بيكونوا أسلوب شرط؟ لا، في أدوات تانية بتكون أسلوب شرط برضو، زي إذا ولو وكلما، بس دول ما بيجزموش بقى. لكن انا بتكلم على اللي بيجزموا فعل الشرط، الفعل المضارع بس. يعني نقول من يتقي الله يجعل له مخرجا. من ادي اداة شرط، ايه اداة شرط جازمة. يتقي فعل الشرط، الله ها يجعل جواب الشرط، يبقى ده فعل شرط وده فعل جواب الشرط، والاتنين يكونوا ايه؟ يكونوا فعل مضارع مجزوم. فعل مضارع ايه؟ مجزوم. علامة جزمه ايه؟ مع اللي كان معتل علامة جزمه حذف حرف العلة. يتقي، شلت الياء وحطيت كسرة. مع الفعل الصحيح علامة جزمه السكون. طبعا وارد ان ممكن يجي لي جملة ما تكونش مكونة لأسلوب شرط وينطلب مني ان انا اعملها أسلوب شرط، زي مثلا لما اقول المتقدمون، المتقدمون للعمل يخضعون للاختبار. دي جملة عادية عايز اخليها أسلوب شرط، يبقى انا هروح قايل كده من، لازم أن ابداها باداه من ادوات الشرط، يتقدموا، عشان بقى طبعا من الافعال الخمسه، فروحت شايل النون من الافعال الخمسه عشان بقت علامه جزم ليها، وبحط الالف ده اهو فقعد بعد الواو عشان ابين ان الواو دي اساسا واو جماعه وليست واو حرف علم. من يتقدموا للعمل يخضعوا، شلت الفاصلة اللي بتفصل ما بين الجملتين عشان خليتها جملة واحدة، وقلت يخضعوا للاختبار. طيب في حتة كمان برضو بتتقال في اسلوب الشرط، في حتة كمان في اسلوب الشرط بتتقال، وهي يقول لك مثلا اقرن جواب الشرط ب فاء الاقتران. امتى يقترن جواب الشرط بالفاء؟ يقترن جواب الشرط بالفاء عندما يكون جواب الشرط جملة اسمية أو طلبية أو تبدأ بفعل جامد أو ما أو لن أو قد أو سين أو سوف أو سوف. في الحالة دي يبقى يقترن جواب الشرط بالفاء، يعني نقول من يتقدم للعمل فسوف. ها، بدل ما أقول يخضعوا بقى أقول يخضعون للاختبار، يخضعون للايه؟ لاختبار. طيب رفع المضارع بقى، رفع المضارع يكون عندما لا يسبق بأي أداة، عندما لا يسبق بأي أداة. يعني لما أقول يذاكر التلميذ الدرس، في الحالة ده ايه؟ يبقى ده فعل مضارع مرفوع. برضو من جزم الفعل المضارع عندما يقع جوابا للطلب، يعني لما أقول اقرأ تستفد، يبقى تستفد ديك فعل مضارع ايضا مجزوم في جواب الطلب. اخيرا هنوه تاني لصفة الحياء اللي احنا اتكلمنا عنها في خلال الحلقة، عايزين نتمسك بيها
ونرجع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حييا في كل شيء، وكان يخجل لسيدنا عثمان بن عفان لأنه كان حيي وتستحي منه ملائكة السماء. أحبائي كل أفراد الأسرة، استمتعت بكم وأتمنى أن أكون عرضت عليكم معلومات أفادتكم وأفادت أبنائكم. نلتقي على خير وسلام ومحبة، ويا رب تكونوا دايما سالمين. دمتم في رعاية الله، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.